You said I used to be, but I tried, but I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say yeah. I would want myself for the reason of it. I'll put you through hell just to know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That you want it well. I see you eyeing me down, but you'll never know much past my name. Or how I'm running this room around and then I'm still half your age. Yeah, you looking at me like I'm some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I would want myself for the reason of it. I'll put you through hell just to know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That you want it well. He said, I'm just curious, is this for real or just an act? Can't tell if you love or hate me, never met someone like that. Tell me so crazy, did you know you got that effect? I said, let me check, yeah. I would want myself for the peace of it. I'll put you through hell, just to know me, yeah, yeah. ها, خير يا جيسو, عايزنا في ايه؟ عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا للغاية. للغاية. اتفضلي قولي. مش كلكم كده اللي قاعدين, كلكم عايزين تعرفوا مين اللي حاطط السم؟ ايوه اللي نفسنا نعرف, ويريد نعرف قريب. وانا خلاص عرفت. عرفتي؟ انت عرفتي ازاي؟ مش مهم, المهم انا عرفت. مفيش اي حاجه تخبى على جيسو. طب يا استاذه جيسو, مين بقى اللي حط السم؟ بصوا انا حاساكوا هتشكوا فيا. مش هنشك فيكي, خلاصي. مين اللي حط السم؟ عايزين نعرف. انا عايز اعرف قوي مين اللي حط السم. مين؟ انا بجد هموت واعرف. اللي حط السم حد قريب قوي من ادم. ما احنا كلنا قريبين من ادم. لا, قريب قوي قوي. انا؟ طيب اكيد انا. لا, مين اللي حط السم لادم؟ ليان. ايه 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 ايرور 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 وات ازاي هاو ازاي يعني؟ ايوه انا ما بش بكتب. إيه؟ انت عبيطه ولا عبيطه؟ ما تشتبيش احسن يا مجرمه. يا جماعه بتبصوا كده ليه؟ انا ما حطيتش حاجه. لا, واضح واضح والله, كلنا كنا شاكين فيكي من اول اصلا. يا جماعه والله ما عملت حاجه, انا ما اقدرش احط السم لادم. والله والله كان زهراء مع حالي ما كانت تشك فيكي. يا جماعه ازاي؟ ما كنتش متوقعه منك يا ليان والله, وكل واحد كان شاكين في ليان اصلا. ليه هتشكوا فيا؟ انت عبيطه. وسعي كده ايدي, بتزقيني كده ليه؟ وسعي انت كمان, انت مجنونه. سيبي ايدي, سيبي ايدي انت عبيطه. انت هتزقيني كده انت عبيطه؟ عبيطة. بس يا مجرمة يا كدابة. انا مش كدابة, انا ما حضرتش حاجة. على الاقل انا غلبانة ما عملتش حاجة, كلكم كنتوا شاكين فيا. هو انا ما عملتش حاجة في الاخر؟ كويس ان انتوا كنتوا شاكين في اختي, لان اختي دي ملاك. لا واضح واضح, ملاك دي ملاك, دي جناحاتها بتكسر الشقة. يا جماعة والله ما عملت حاجة, انت ازاي شاكين فيا؟ انت ازاي انا حاطة سم قلم ازاي؟ انت عبيطة انت كمان. لا انا مش عبيطة, انت بس اللي كدابة. انت اللي عامل نفسك ملاك وطيبة وكيوتة. انت عبيطة يا بنتي, انا استحالة اصدق حد يصدقك اصلا. ده انت ده بعد الكلام ده محدش هيصدقك تاني. انت عبيطة, انت متخلفة. لا مش متخلفة على حاجة, بس اعمل ايه؟ يا مستفز يا رغبة. انت تمد ايدك عليا؟ بمد ايدي. لا انا ما عملتش حاجة, انا ما عملتش حاجة يا جماعة والله. لا انت عملتي. ايوه عملتي, احنا كلنا كنا شايفين اصلا فيكي, بس ما عملتش نتكلم عشان انت كنت تعبانة وبتعيطي. وعمل ناس بتعيطي يا اختي, يا كدابة يا حرامية. حرامية؟ ايه ده انت عبيطة انت وهي؟ انا بجد مصدومة فيكي يا ليان, بجد مصدومة فيكي. انت تعملي كده؟ انت موتي اخويا, كنت هتموتي اخويا يا مجرمة.
يا جماعة والله ما عملت حاجة، صدقوني ما عملتش حاجة. عشان الألم ده يلياني يا جميلة والله، حالا طلع على آدم أقول لي انت استنيتيه. والله والله جدع. ايه ده؟ استني. ايه ده؟ ازاي يلياني تحط السم؟ ليان البريئة تحط السم؟ انا بجد مصدومة مش قادرة. كويس ان انتوا صدقتوا، لان انتوا كنتوا كلكم كنتوا شاكين فينا واحنا ما عملناش اي حاجة. شكرا جدا يا جماعة اللي انتوا قلتونا السر الجد، احنا كنا هنقوله ونعرف. انا برضو كنا شاكين فيها ولا زهرك معها. بجد ما كنتش متوقعها من ليان، ما كنتش متوقعها خالص. انا بجد مصدومة. انتوا ايه ما بتتكلميش اصلا؟ ايه مش عارف اتكلم ايرول. بس الحمد لله خلينا نعرفنا والله احنا نقولها. مش ليان تعمل كده؟ المصدوم ليان الملاك اللي كان مش بتتكلم تتكسر تتكلم تعمل كده. انا بجد مصدوم مش قادر. ايه يا جماعه هتجيب لكم كوبايه ميه؟ نجيب نفسك يا حبيبي. طيب يا جماعه احنا داخلين اوضتنا يلا. كلهم صدقوني يا عبط، متخلفين والله كانهم شاربين حاجه. صدقوا جيسو. مش قادره بفطس بفطس. مش قادره والله. خليكوا تشوفوا اللي ما شفتوهوش. اه راسي بطني وجعاني قوي، انا جليت كتير. راسي وجعاني قوي. لازم الحقها. بعد اذنك. مش هينفع اتكلم للاسف. ادم قدومي. ادم في ايه؟ ايه ده جيسو؟ هاي ادم عامل ايه؟ نعم كنت عايز بس اقول لك حاجه، شيء مهم جدا للغايه، والعيله كلها عرفته واتصدموا ولسه مصدومين حد الان. في ايه؟ عارف مين؟ جيسو. ايه في ايه؟ ليان. ايه يا جيسو؟ يا ليان يا مجرمه. يبقى قلت لك ما عملتش حاجه. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ فهموني. تعرف مين اللي حط لك السم؟ سم مين؟ لسه قالها من شويه، ليان. نعم ايوه. انا دي كدابه يا ادم، انت مش مصدقني؟ لا انت مش مصدقني. دي ما حد، كلهم صدقوني يا ادم، كلهم صدقوها. ماما حقهم يصدقوني لان انت مجرمه يا كدابه. والله ما عملت حاجه، انا ما عملتش حاجه. ليان حطيت لي السم؟ والله ما حطيت حاجه، والله ما حطيت حاجه. انتوا كلكم مصدقينها ومش مصدقيني هي. والله جيسو. ادم انت مش عايز تصدقني براحتك يا حبيبي. حبك بس وصعبه خالص. اسكتي انت بس يا مجرمه. حب بصي يا ادم، انا مش عايز تصدقني براحتك. وفين دليلك؟ دليلي لما ترجع من البيت اذا كنت عايش. اسكتي انت فاولي عليه. لا مش بفاول عليه، بس ادم اللي مش عايز تصدقني براحتك. انا ما بلغت الله من فشل. براحتك حبيبي. بتكلم على بقى الانجليزي؟ انا بتكلم زي انت بتكلم يا حبيبتي براحتك. مالكيش دعوه يا مجرمه. وسعي انت ازاي تزقيني؟ ما تزقهاش. مين حطيت لك السم؟ ازقها براحتي. مهما كانت مراتي لا يا ما حطتليش حاجه. لا يا ما حطتلهمش السم، حطت لك انت ومصدقها. انت طلعت غلبان قوي يا ادم. جيسو اطلع بره يا جيسو. براحتك بس خليك فاكر. باي ادم. انا ما عملتش حاجه صدقني، انا ما اقدرش ان احط السم ليه؟ انت عملت لي ايه وحش عشان احط لك السم؟ لا يا انت حطيت لي حاجه. والله ما حطيت حاجه صدقني. انا احط لك ليه يا ادم؟ انت دول عبط مش عارفه ازاي يصدق. من امتى ما حد صدق جيسو اصلا؟ انا بجد يا ريان ما كنتش متوقع مني كده ابدا. ادم انا ما حطيتش حاجه صدقني، والله ما حطيت حاجه. انا والله ما حطيت حاجه يا ادم. حطها ليه؟ احط لك ليه؟ احط لك ليه؟ فهمني احط لك ليه؟ انت ليه عملت، انت عملت لي ايه وحش عشان احطه لك؟ انا بحبك يا ادم، انت مش مصدقني تشك فيا؟ انا ما كنتش يعني سنه دي متجوزه وتشك فيا؟ انا ما كنتش متوقعها منك. انا مصدقك. مصدقني؟
انا مصدقك. يعني انت زي ما كدبتي ازاي؟ يعني انت مش مصدقني؟ زي انت مش مصدقني؟ هو مش مصدقني؟ كلهم قاعدين يقولوا لي احنا كنا شاكين فيكي، انا ما عملتش حاجه. سيبك منهم، دول عبط، انا مش عارف ازاي يصدقوا اصلا كلام جيسو. عمر ما بتصدق. يعني انت مسامحني؟ مسامحك، انت ما عملتيش حاجه. شكرا يا ادم. العفو. انا لازم امشي دلوقتي. ماشي ماشي، خلي بالك على نفسك. ماشي. مالك يعني؟ في ايه؟ بطني وجعني قوي. اللي انت عملتي ايه؟ منجلات كتير وحتى دور كتير جريت. ازاي تجري انت حامل؟ انت عبيطه؟ كنت لازم الحق. بطني وراسي. ليان قوم. ليان قومي، ليان ليان قومي. والله خليكوا تندموا كلكوا. ماشي يا دكتور، يا دكتور الحقني. في ايه؟ مراتي هم عليها. طب ثانيه ثانيه، هجيب لها السرير. ثانيه واحده، ليان امي عشان خاطري. امي احطها هنا. ثانيه، احنا انا هنزلها. هاجي. لا خليك، انت تعبان حضرتك، انت تعبان. بالراحه. اسف بس خليك قاعد هنا، واحنا لما لأي حاجة جديدة هنقولك بعد اذنك. بتكون كويسة يعني؟ بجد الدكتورة الجنس ولد؟ ايوه جنس. من المبروك، الله يبارك فيكي. انت سمع الادوية بتاعتك، وانا ان شاء الله هتابع معاكي الشهر الجاي. تمام، شكرا قوي. ايه بعد اذنك؟ اتفضل. استاذة دي حامل وتعبانة ومعاها. طيب سيبها سيبها، اطلع انت بره. التوني ده هلاقي قد الستات تنفع معاها الانجليزي انت. طيب ماشي، قعدي كده يا حبيبتي. شوفي انت مالك؟ ايه ده؟